اتخيل معايا اول شهيد في الاسلام كم سنه؟ 16 سنة. ما كانش كمل ال 16 سنه، وهو اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، وطلع في غزوه بدر، امن وحسن اسلامه وهاجر مع المهاجرين كمان، وتحمل العذاب وهو لسه طفل. يا اخي تخيل لما طفل يعذبوه ويضربوه ويجلدوه ويكتفوه ويقولوا له يا ابني ده انت لسه صغير، ومع ذلك يبقى ثابت على الايمان. وطلع في غزوة بدر، وبعدين كان يتوارث اخوه سيدنا سعد بن ابو قاص، يروي الحديث ويقول كان يتوارى من خلف الرجال، يعني كان بيدس من وراء الرجالة عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يشوفوش. فأخوه قال له لماذا تفعل ذلك يا عمير؟ قال حتى لا يراني رسول الله فيردني، يردني تاني، يقول لا بلاش انت ما تنفعش للحرب. فقال اظهر امام رسول الله، اقف اقف، ده انت راجل، ده انت راجل ما كملتش 15 سنة وعاوز تحارب وتقاتل في سبيل الله. فوقف وصمد امام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي اشفق عليه جوش، انت لسه صغير ما كملتش 16 سنة، عاوزينك تكبر وتبقى فتى حلو في الاسلام. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا انت خليك، انت لسه صغير. فبكى بكاء مريرا، قال يا رسول الله والله اني ارجو الشهادة في سبيل الله، ويبكي والله انا عاوز الشهادة في سبيل الله يا رسول الله، طلع لي سيبني. سعد يقول ايه؟ حتى دخل اخي في المعركة واخذ يقتل ويقاتل حتى استشهد في سبيل الله. الاولاد بنقول لهم ده ما كملش 15 سنة، لا كان على ايامه نت، ولا كان على ايامه موبايلات، ولا كان على ايامه حاجات بتلهيكوا عن القرآن، حاجات بلهيكوا عن ذكر الله، حاجات بتبعدكوا عن ابوك وامك واخواتكوا. لا ارموا الحاجات دي خالص، ارموها خالص. شوف المطلوب منك من صلاة وصوم وعبادة، داخل عليكم شهر رمضان، اغلقوا الحاجات دي خالص، يا اما تفتحوها على الشيء اللي يرضي ربنا. لكن يا ابني ده انت لسه صغير، ما تضيعش عمرك وحياتك في الكلام الفاضي. احنا ايامنا ايام ما كنا جديكم كان المصحف في ايدينا رايحين جايين، واحنا ماشيين في الطريق في ايدينا المصحف، واحنا راجعين في ايدينا المصحف، قاعدين معانا المصحف، واحنا في الشغل معانا المصحف، بنراجع على طول الايات، القران على طول في ايدينا، قراءه وحفظ. انتوا النهارده النت في ايديكم والفيس في ايديكم والكلام الفاضي في ايديكم، بدل القران خلاص لهوكم عن دينكم وعن اهلكم وبيوتكم، لهوكم عن اولادكم، لهوكم عن اخواتكم وابوك وامك وشغلك. ده حرب ضدنا دي، ده حرب ضد المسلمين وضد الشباب خاصه. هل انت النهارده يا ابني اللي عندك 15 16 سنه تقدر تحمل سيف؟ تقدر تتحمل مسؤوليه بيت؟ تقدر تشيل ابوك وامك؟ ده شال امه، شال امه بحالها وبيجي يقاتل عنك، ومات شهيد عشانك انت، وانت النهارده طالع حتى ما بتدخلش، ما بتصليش، ما بتحافظش على الصلاه، ما بتراعيش ابوك وامك. قولوا لولادك.